لتحليل ونقاش تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول الاتفاق النووي الإيراني. ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. أهلا بك أستاذ صفي الدين. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل مشاهدين قناة الرافدين. أهلا بك من جديد دكتور. كيف تقرأ الخطة الأمريكية للتعامل مع إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وكذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي؟ والله هي طبعا ليست مفاجأة، هي عبارة عن توضيح أو تفصيل لما قاله الرئيس ترامب يعني من أسابيع، لكن المرة دي بتفصيل شديد، ويعني نقدر نقول لم يكن متوقع أنه يقولها بهذا يعني 12 نقطة، كأنه بيملي شروط على إيران. هو الحقيقة يعني يبدو أن ده تصعيد كبير في مواجهة مع الجانب الإيراني، وطبعا الجانب الإيراني يعني أعتقد أنه عنده من الذكاء أنه هيتروى قبل الرد على كل هذه الشروط العنيفة الحقيقة، لأنه طبعا أمامه يعني خيارات كلها صعبة. نعم، سنتحدث عن الجانب الإيراني، لكن دكتور لو نركز على الجانب الأمريكي في البداية، حيث أن وزير الخارجية الأمريكي اعتبر أن الدول الأوروبية متفقة نسبيا مع واشنطن في توجهاتها ضد طهران، بينما بالمقابل هناك رفض ألماني بريطاني وفرنسي لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. كيف تفسر هذا التناقض؟ والله طبعا الامور لم تتضح، احنا بنتكلم في بدايه، يعني هو قال هذا التصريح اليوم في مركز من مراكز التفكير المشهوره الهيريتج، وهي من اكثر المراكز محافظه يعني، وطبعا ارتباطا بالحزب الجمهوري والمتشددين منه، فده لسه الرد الاوروبي اعتقد انه هياخد وقت، يعني أيام وقد تكون أكثر يعني من أسبوع كمان، لأنه طبعا الجانب الأوروبي بالذات بالنسبة للتعاقدات التجارية مع إيران كان متفائل جدا، وكان يتوقع طبعا ابتداء مرحلة جديدة للأسواق الأوروبية وللتعامل مع إيران وتبادل، طبعا لأنهم في اعتماد كبير طبعا على البترول الإيراني. نعم. وهو قريب يعني من أوروبا، وهذا وربما من هذه المخرجات الجديدة التي تحدث عنها وزير الخارجية أن هناك سيكون هناك مفاوضات جديدة وعقد اتفاق جديد بين واشنطن وطهران. إلى أي مدى تظن أن إيران ستوافق على مثل الجلوس على مثل في مثل هذه المفاوضات، خاصة يعني بعد أنها استفادت من الكثير من المكاسب خلال الفترة الماضية والاتفاق الذي تم توقيعه منذ 2015؟ والله أنا مستغرب لكذا في أكثر من جهة. أولا مثلا وزير الدفاع وهو شخصية في منتهى الأهمية في صناعة القرار اللي هو جيمس ماتيس، جيمس ماتيس أبدى تحفظ شديد في البداية، وما زال يعني ما بيعتقد أن كان من الممكن أو كان من الأحسن أن تلتزم أمريكا بالاستمرار في هذه الاتفاقية وتضيف إليها اتفاقيات جديدة ومفاوضات جديدة، لكن طبعا بما أن الرئيس في يده الأمر الرئيس ترامب وتابعه وزير الخارجية الجديد بومبيلو، فنقدر نقول يعني أن دلوقتي وضعوا الحقيقة الأمر في مواجهة. طبعا مش هيحصل يعني تحرشات عسكرية بالغد، لكن التصعيد إلى هذا الحد هو محاولة يعني الحقيقة خطيرة، لأن الأوروبيين أساسا لازم يقتنعوا، لكن فيبدو من البداية مما حدث إن هم ليسوا على قلب رجل واحد، هم طبعا أعداد يعني فوق 20 أو شيء، فالبعض منهم بيرفض هذا الأمر وبيعتقد إن ممكن نأخذ من إيران
الأكثر، لكن بدون هذه المواجهات والصدمات، خاصة إذا كانت هتؤثر على يعني جسور التجارة بين أوروبا وإيران. نعم. فالحقيقة الموقف يعني هياخذ وقت على الأقل أيام طويلة عبال ما نشوف إذا كان فعلا في اصطفاف على الجانب الأوروبي، ولو أني لا أتوقعه على الإطلاق، لأن يعني في محاذير كثيرة وفي أشياء لسه لم يجاب عنها. يعني صحيح اللي يبدو أن الشروط بتاعت أمريكا اللي أعلنها النهاردة وزير الخارجية بومبيو إنها شروط يعني قاسية وواضحة وفاصلة وصارمة، لكن أنا اعتقادي إن دي يعني نقدر نسميها ويش ليست، يعني مجموعة أو أماني حزمة أمنيات. أماني، أماني يعني، لكن لا أعتقد إنه يعني إيران تؤخذ بهذه البساطة، نعم. خاصة مع التعقيدات إن أمريكا لا تدخل في أي مواجهة عسكرية بدون تحالفات، فمن الذي في حالة الصدام مع أمريكا، من الذي هيكون في الحلف الأمريكي؟ إذا كان يعني هنقول إسرائيل، أنا أعتقد نعم إن هذه برضه دكتور، في هتكون هذا خطأ. السياق أيضا نبقى في هذه القائمة التي قدمها وزير الخارجية الأمريكي، تحدث عن وجوب مواجهة الميليشيات التابعة لإيران سواء في سوريا أو العراق أو اليمن. برأيك ما دوافع مثل هذا التحرك في هذا التوقيت بالذات بعد توغل الميليشيات الإيرانية في المنطقة في أكثر من دولة؟ نعم، هو يعني أنا رأيي إن لا شك إن في نقدر نقول حالة من القلق الشديد، بل بالعكس من الضجر على الجانب الأمريكي، لأن طبعا إيران في السنين الماضية 3 أو 4 الماضية أنجزت الحقيقة تغلغل في كثير من البلاد العربية، بحيث إنها يعني بعض من قوادها بيجاهر وينادي ان هو دلوقتي بيتحكم في 4 عواصم عربيه بيقصد فيها طبعا لبنان يعني بيروت، وبيقصد بغداد، وبيقصد طبعا صنعاء وسوريا الى حد كبير. فاعتقادي يعني هذه المواجهه كانها اعلان حرب على ايران الحقيقه. انا في رايي انه تصرف ليس هو بالحكيم. انا اعتقادي الموضوع لازم يقسم، بحيث إذا كانت يعني البلاد العربية أشكرك جزيل الشكر دكتور صفي الدين حامد، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، مدير مركز العلاقات المصرية الأمريكية.